خوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. القصه ديال هذا النهار هذا هي ديال واحد السيده اللي مشات لمكه، مشات تزور، مشات يعني كما نقولوا للحج، ولكن ما شافتش الكعبه بصفه نهائيه. مشات المره الاولى تحج، المره الاولى ما شافتهاش، ومشات المره الجايه والمره الثالثه، ثلاثه المرات فيها كتمشي للحج باش تحج وما كتشوفش الكعبه. وعلاش السبب؟ علاش غادي نعرفوا علاش. ومنين مشاو يدفنوها، منين ماتت وبغاو يدفنوها، ما بغاش القبر يتحل لهم، هي كيحفروا في الارض، ما بغاش الارض تحل لهم باش يدفنوها. وسمو وقع في التالي المفاجأة. وهاد المرأة هادي سمو كتكدير باش ما شافتش الكعبة، باش عذبها الله هاد العذاب هذا. سمو كتكدير هاد المرأة، سمو هو السر ديالها، هو اللي نعرفه في هاد الفيديو هذا. وهاد القصة هادي راه جابوها في قناة الرحمة، هذيك اللي في التلفازة اللي كيتفرجوا لها، كتجيبوا فيها القصص الدينية وكيجيبوا فيها القرآن وكذا، قناة الرحمة اللي في التلفازة. فهاد القصة هادي غادي نعرفوا عليها بالتفاصيل ديالها شوية بشوية. فأعطيونا جيم وخلينا نبداو. قبل ما نبداو القصه ديالنا راه حقيقيه 100%، انا قلت لكم جات في قناه الرحمه، يعني كون ما جاتش في قناه الرحمه ما غاديش نثيقوها، واغلبيه ديالكم راه يكونوا سامعينها. واحد السيده اللي مشات داها ولدها، منين كبرت دارت ديك جوه ديال 60 عام كذا، منين كبرت يعني وكذا، داها ولدها لمكه يعني تحج، والحج هو من استطاع اليه سبيلا. منين داها ولدها تحج، مشات المره الاولى قالت له ولدي راه ما كنشوفش الكعبه فين راها. قالها هي مهمتها، هي كحلها، هي اللي يدوروا عليها، هذه المربعه هذه اللي كيدوروا عليها الناس. قالت له ولدي ما كنشوفهاش، كنشوف الناس يدوروا بصح ما كنشوفش عمرهم يدوروا. قال لها ها هي مولين على الشيطان، ها هي قداش كحله، ها هي فيناش، ها هي كاع الناس راهم يدوروا. قالت لها وليدي راني كنشوف الناس يدوروا بصح الكعبه راني ما كنشوفهاش كاع، كي دايره هاد الكعبه هادي؟ هي يشوف ولدها كذا، قال ها هي مهمتي كذا. المهم هذاك الولد كيما دار مع امه ما شافش الكعبه، قال ربما شي حاجه، ربما كذا، ربما شي سحر، ربما شي يعني شي حاجه من عند الله ربما كذا. قال نخليهم من بعد ان شاء الله ونوليو. دازت عليها واحد العام ولا عامين، ولا عاود يحج، موسم الحج جا وعاود جاب امه تحج. قال دابا غادي يكون داك السحر ولا داك كذا، يكون تحيد ولا كذا ولا كذا، ردها تحج. ملي مشات تحج عاود المره الجاوجه نفس المشكله، وليدي ما كنشوفش الكعبه، المهم الله يعين على الشيطان، ها هي الكعبه، ها وليدي ما كنشوفش، كنشوف الناس يدوروا بصح الكعبه هو. يا ربي اسمو هذا الشيء. مش عاود ولا عاود رد امه واحد العام ولا عامين، دوزها عند الفقهاء كذا، قراو عليها شويه كذا 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 كذا، ولا تحج، وليدي ما كنشوفش الكعبه، الله يعين على الشيطان، امه ها هي. صافي يعرف بلي امه دايره شي حاجه، شي ذنب عظيم دارت امه، هو اللي ما خلاهاش تشوف الكعبه. قال عسى الله ان يغفر لها، يعني ما حدا زايده في العمر، هي كتوب وتصلي وكذا وكذا وكذا. قال عسى الله يغفر لها وكذا وكذا، يسمح لها على هادشي اللي دايره، ربما عيا فيها قول لي اسمك دايره ولا كذا، ما بغاش تقول له. هي كتفرمليه في الصور ديالها، كتفرمليه. المهمه منين ماتت امو، جا واحد الوقيته يعني كبرت امو وماتت، وصلت ديك 80 عام ولا كذا، ماتت. ملي مشاو الناس يدفنوها داوها باش يدفنوها، الارض ما بغاتش تحل، عيا وكيحفروا وكذا، والو ما بغاتش تحل. وهذا الشيء قديم يعني، ماشي دابا بالكومبريسور وكذا، الفاس والبالا كان دي شحال، عياو يحفروا في القبر ما بغاش يتحل، عياو دوك الناس كيشوفوا كيدير ما بغاش يتحل القبر، صافي دوك الناس هربوا. يعني قالوا هاد السيده راه دايره شي ذنب عظيم، وغادي يلصق فينا، هاد غادي يعذبنا الله بسببها، اللهم نبعدوا نهربوا من هاد. خلاوه هو ومو تما داك السيد اللي، وديك السيده عندها غير ديك الولد الواحد هو اللي عندها. بقى قاعد هو ومو زيد روح ضل واحد الشجره تما حدا القبور، وبقى قاعد يتسنى وكيبكي، داير هكا يدو على اخر وكيبكي، كيقول لهم اسمو كي دايره تحت الله، اسمو درتي، اسمو الذنب اللي درتي اللي عذبك الله هذا العذاب هذا، ما خلاكش تشوفي الكعبه، وما بغاش الارض رفضت انها تقبلك، لا اله الا الله محمد رسول الله. بقى كيبكي مسكين تحت ديك الشجره، هو هكا كيبكي، داير هكا وكيبكي. هو كيجي واحد السيد واحد الشيباني، قال له وليدي مالك؟ لاباس مو كاين. قال ودي عمي جاك تشوفها انت، دينا الوالده ديالنا ندفنوها وكذا وكذا وكذا، وما بغاش الارض تحل، وراني ديت واحد المره تزور في الكعبه وكذا وكذا وكذا، وما كتشوف الكعبه ولا اله الا محمد رسول الله، ولا كتشوف الناس هربوا دابا خلاوني غينا وياها ولا اله الا الله. قال وليدي انا غادي نهنيك منها، غادي نديها ندفنها في واحد القنت، ولكن بواحد الشرط اولدي. قال اسمه هو اعمي هذا الشرط. قال له هو داك السيد كبير، انا راجل كبير بالحيت وكذا، واحد اللحيه بيضاء وواحد الوجه ناير تبارك الله. قال له ولدي غادي نهنيك منها ولكن بواحد الشرط. قال له اسمه هو الشرط عمي. قال له هو ملي نديها ما تلفتش موراك، ما تشوفش، ما تشوفنيش فين راني دايها. عيا يشوف مسكين وكذا، وقال له صافي يلاه سيدي سير على الله. قال له غنيني منها غير دفنها. قال له صافي صافي. داك السيد داك الحاج عطاه ربي واحد الصحه وكذا، هز داك الجثه ديال داك السيده موين هذاك، هزها وجا ماشي. وداك السيد كيشوف لهاد الجهه، يعني هو قاعد تحت الشجره وكيشوف لهاد الجهه، وداك الشيباني هزها ومشى لهاد الجهه من يعني موراه. ويعني راك عارف الحنان ديال الام وكذا، والكبده ديال الام وكذا، ما سخاش بامه وكذا، بغى يعرف امه فراه ماشيه، فراه ديها هاد السيد هذا، واخا عطاه العهد ديال الله بانه ما يشوفش وكذا، وداك الموثيق وكذا وكذا وكذا، وتلفت مسكين. فين تلفت؟ يشوف هكا حرقته واحد النار. وهاد القصه راهم جابوها في قناه الرحمه، وجابوها محروق موجه. هاد السيد هذا جابوه محروق موجه، بان تما قال هاد النار اللي حرقني موجهي منا راه سبب هذيك النار اللي مشيت نشوف فيها انا، نشوف فراد داير الوالده وحرقتني واحد النار. وقال ملي حرقتني ديك النار مشيت، مشى
يسول صحاباتها، يسول منها يسول منها، مش عند واحد صاحبتها اللي كانت باقيه حيه من دوك صحاباتها اللي كانوا معاها في المليات. قال لها والو تقولي لي مواس ممكن تقدر الصور ديالها، غير قولي لي غير قري لي، عيات معاه عيات معاه عيات معاه كذا 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 والو ما يعني كما بقى فيها عياس كي دير تدرج عليه وفي التالي بقى فيها. قالت له روحي وانا نقول لك، بصح ما يبقاش فيك الحال. قال لها صافي نعطيك عهد الله ما يبقى فيا الحال. قالت له ودي امك راه كتفرملية معايا في السبيطار، وهاس ممكن كانت دير كتسحر في كان يجيبوا لها الناس سحور يجيبوا لها الفلوس، يعني كتسحر بالفلوس تسحر هكا يعني يجيبوا لها شي سحور وكذا، وكانت كتحطه في فم ديال الميت وتخيطه بالابره والخيط في فم الميت، والميت كيمشي تدفن وداك السحور كيتدفن تما وكيعطي المفعول ديالو عمره يتحيد داك المفعول ديال داك السحر. قلت له هذا الشيء راه كتديرو هي السحور كتديرو في فم الموت، هذا الشيء علاش ما هذا الشيء علاش عذب الله هذا العذاب هذا. ويمشي كاره مسكين وكذا وكذا، واتصل بهذه القناه ديال الرحمه، ومن اتصل بهم هذه القناه ديال الرحمه وكاع حكى لهم هذه القصه هذه، وهذه القصه قلت لكم راه جابوها في قناه الرحمه، يعني باش ما تقولش ودي السيد غير كيكذب ولا كذا وكيجي من راسه، الاغلبيه ديالكم يكونوا عارفينها، واللي عارف شي حاجه على هذه القصه هذه ولا انا نسيت شي حاجه ما زدتهاش ولا يكتبها هنا في الكومنتير، واللي عارف عليها شي حاجه يكتبها في الكومنتير. اي واحد عارف شي اي ماشي غير هذه القصه، اي قصه نقولها هي انا تكون عارف عليها شي حاجه قولها في الكومنتير، لان كيجيو شي ناس يكذبونا يقول لك انت غير كتكذب وانت غير كتطلق علينا السلوكيه كتطلق علينا الدوبرمان وكذا 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 وكذا، ولا اله الا محمد رسول الله. فاعطيونا جيم ونشوفكم ان شاء الله في قصة جديدة. تحياتي لك. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.